الفيلسوف المتأله ملا صدر الشيرازي، مؤسس الحكمة المتعالية المشهور بصدر المتألهين، وهو محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي، ولد في شيراز عام 79 و900 للهجرة من والد صالح اسمه إبراهيم بن يحيى القوامي، فهو من عائلة محترمة هي عائلة قوامي، وكان أبوه لا يولد له ذكر، فنذر لله أن ينفق مالا خطيرا على الفقراء وأهل العلم إذا رزق ولدا ذكرا صالحا موحدا، فكان ما أراد في شخص ولده هذا محمد صدر الدين. فتربى هذا الولد الوحيد لأبويه في حجر والده معززا مكرما، وأخذ منذ حداثته بتحصيل مبادئ العلم عند أبيه، وبعد وفاة والده عزم على الرحيل إلى أصفهان، فعكف على تحصيل العلوم العقلية والنقلية هناك. عرف صدر الدين الشيرازي في أواسط العامة بملا صدرة، كما عرف في أواسط أهل العلم وتلاميذ مدرسته بصدر المتألهين. لقد تلمذ صدر الدين وأكمل دراسته في ميدان الفلسفة والمنطق على يد فيلسوف عصره السيد الداماد الحسيني، كما تتلمذ في ميدان الفقه والحديث على يد الشيخ البهائي، ثم أنهى إقامته في أصفهان بانتهاء تحصيله العلمي، وتوجه نحو مدينة قم، فعكف في إحدى ضواحي هذه المدينة وتدعى كهك، منقطعا عن الحياة العامة، أمضى سنين من عمره ماكثا في عزلة تربوية لتهذيب السلوك وتصفية الذات، وقد استطاع عبر سنين من هذه المعاناة الداخلية أن يستشرف حقائق العلم التي انتهى إليها خلال الاستدلال والجهد الفكري، ولكن عن طريق المكاشفة والشهود وبشكل واضح وضوح النور. وبعد فترة رياضته الروحية عكف على وضع أسس بحوثه ومدرسته من خلال قلمه ليؤلف ويصنف، وقد مضى صدر الدين على هذا المنوال حتى نهاية حياته مؤلفا ومعلما ومربيا، فخلف آثارا ومؤلفات كثيرة، منها كتاب الحكمة المتعالية المشهور بالأسفار الأربعة، والمبدأ والمعاد، وشواهد الربوبية، والمشاعر، والحكمة العرشية، وشرح الهداية الأثيرية، وحاشية على إلهيات الشفاء، والكثير من المصنفات. تمكن صدر المتألهين من استيعاب ما جاء من الفلسفة عن قدماء اليونان، خصوصا ما أثر عن أفلاطون وأرسطو، كما تمكن من استيعاب ما تركه حكماء المسلمين من أمثال الفارابي وابن سينا والشيخ الإشراقي وما أضافوه على الفلسفة، مستعينا على ذلك بعرفانه الكبير وقوته وهدايته الباطنية. إن إنسانا في مقام ملا صدرة وشخصيته لا يستطيع مهما حاول أن ينجح في إخفاء سر خلوته واعتزاله، ولذا لم يستطع ملا صدرة أيضا أن يمنع التلامذة والمريدين من أن يقبلوا على مجالسه، وأن يحد شهرته من أن تتسع وتنتشر، وطلب منه العودة إلى بلده الأول والتدريس في المدرسة الجديدة، فانتقل إليها وأصبحت شيراز مركزا علميا كبيرا. كانت لصدر المتألهين 7 رحلات إلى حج بيت الله الحرام سيرا على الأقدام، وافته المنية في آخرها بطريق السفر في مدينة البصرة 50 بعد 1000 للهجرة، حيث دفن هناك.